السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحملة، نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو فوائد الرطب للحامل او التمر للحامل وفوائده خصوصا في الشهر التاسع. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان تدعمونا ويوصل لأكبر عدد ممكن. الرطب، تعتبر الرطب من أهم المواد الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الفعالة، حيث تحتوي كل حبة من الرطب على مواد كربوهيدراتية وألياف ودهون وأملاح معدنية، بالإضافة إلى الفيتامينات، كما أنها غنية بالمواد السكرية وهي سهلة الهضم، لذلك فهي من الأغذية المثالية التي ينصح بتناولها باستمرار. كما أن الرطب مفيد لعلاج فقر الدم والتهاب الأعصاب لأنها غنية بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم. نبدأ الفيديو بقى بتاعنا بسم الله. فوائد الرطب للحامل والجنين في الشهر التاسع. تحتوي الرطب على نسبة عالية من المواد السكرية، لذلك فهي تعتبر مادة غذائية ضرورية لبناء العضلات في الجسم، كما تعمل على تنشيط العضلات الموجودة في الرحم مما يؤدي إلى تسهيل حدوث الولادة الطبيعية، كما أنها تساهم في التخلص من آلام مختلفة من الآلام المختلفة والأمراض مثل مرض البواسير وأمراض المثانة وأمراض المعدة والتهاب الأمعاء. تعمل الرطب على تنشيط عضلات الرحم وتنظيم حركتها، الأمر الذي يسهل حدوث ولادة طبيعية دون مشاكل، كما أن عضلة الرحم وقت المخاض والولادة تكون بحاجة كبيرة إلى السكر الطبيعي السهل الهضم كمادة غذائية لعضلة الرحم الضخمة نسبيا. بما أن الرطب مادة ملينة ومسهلة، فهي مهمة جدا للحامل في الشهر الأخير أي قبل الولادة، فهي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي والبولي والقولون والأمعاء، وبالتالي تساعد على تيسير حدوث الولادة. وهنا يظهر الإعجاز العلمي في قوله تعالى لسيدتنا مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، صدق الله العظيم. تعد الرطب غنية بمادة تسمى السليلوز أو الألياف، لذلك فهي من أهم المواد التي تعالج الإمساك وتساهم في التخلص من تسوس الأسنان، وذلك بسبب وجود مادة الفلور بكمية كبيرة فيه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحنك الطفل المولود حديثا بالتمر، فقد كان يأكل التمرة ويطحنها بين أضراسه ثم يضعها للطفل في الفم. وقد ثبت في العلم الحديث فوائد السكريات للمولود الحديث، حيث أن المولود عندما ينزل من الرحم يكون جسده محتاجا إلى المواد السكرية بالذات، وبما أن نوع السكر الذي يحتويه التمر بسيط وسريع الهضم فهو نافع جدا للمواليد الجدد. وقد ثبت علميا أن تناول المولود القليل من السكر البسيط البسيط الهضم يحميه من عدة أمراض مثل التأخر في النمو والشلل الدماغي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وقال أيضا: إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهورا. هذا الحديث يدل على الأهمية الكبيرة للتمر. طيب، اوعي تأكلي تمر وأنت حامل. ربما سمعتي هذه النصيحة في بداية حملك أكثر من مرة وابتعدتي عن تناول التمر بالفعل، ولكن هل تعلمين أن هذه النصيحة ليست في محلها تماما؟ انتشر الاعتقاد بأن تناول التمر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الحمل، ونتيجة لذلك يبتعد بعض النساء الحوامل عن تناوله. فهذا الاعتقاد ليس صحيحا، لأن التمر من الفواكه التي تمد الجسم بالسكريات وعديد من المواد التي تحتاجها الحامل ويحتاجها الجنين. طالما أنك تتناولينه باعتدال وحرصا مننا على تقديم كل ما يفيدك خلال الحمل، نقدم في هذا الفيديو
بعض فوائد التمر للحامل، ونعرفك بالأضرار التي قد تنجم عن الإفراط في تناوله، وفي أي شهور من الحمل يفضل تناوله. فوائد التمر للحامل: يعد التمر من أقدم الفواكه المزروعة، ويوجد منه مئات الأنواع، ويحتوي على العديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان عامة والحامل بصفة خاصة، مثل حمض الفوليك والكالسيوم والحديد والسكريات والألياف. لكن بشكل مفصل العناصر الغذائية الموجودة في التمر وفوائده لجسمك خلال فترة الحمل. السكريات الطبيعية اللي هو سكر الفاكهة: يحتوي التمر على السكريات الطبيعية سريعة وسهلة الهضم والامتصاص، وتمنع هذه السكريات الجسم الطاقة، كما تؤدي إلى تناول الحمل الكثير من الماء وتسهيل عملية الولادة. البروتين: يتكون البروتين من الأحماض الأمينية المهمة لبناء الجسم، فبينما ينمو جسمك ويتمدد لاستيعاب جنينك، فإن جنينك ينمو أيضا، ثم تحتاجين إلى كمية كافية من البروتينات لدعم نمو جنينك بشكل صحيح. الحديد: يلعب الحديد دور مهم في عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في وصول الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، كما يمنع الحديد الإصابة بفقر الدم ويقوي مناعة الأم. الألياف: تساعد الألياف الموجودة في التمر على الشعور بالامتلاء والتخفيف من الإمساك وخطر الإصابة بسكر الحمل وتسمم الحمل. البوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على توازن الماء والملح، ما يعمل على تنظيم ضغط الدم، والأمر الذي يمنع حدوث النزيف أثناء الولادة. المغنيسيوم: يدعم المغنيسيوم عضلات الرحم، ما يسهل الولادة ويقلل كمية الدم الذي ينزف خلال عملية الولادة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تخفيف تشنجات العضلات أثناء الحمل، ويساعد ويحفز انقباض الرحم. حمض الفوليك: يحتوي التمر على حمض الفوليك الذي يساعد على في نمو حبل طفلك الشوكي ونموه صحيحا، ويجنب الجنين الإصابة بما يعرف بعيوب الأنبوب العصبي. بالإضافة إلى ذلك، يقلل حمض الفوليك من مخاطر الولادة المبكرة أو الإجهاض. فيتامين كاف: يحتوي التمر على فيتامين كاف الذي يحافظ على صحة العظام، وقف تخثر الدم، ويولد الأطفال الصغار عامة بنقص فيتامين كاف، ويساعد تناولك للتمر في إمداد جنينك بالفيتامين، ما يضمن نمو عظامه بشكل صحيح. أضرار التمر: التمر ليس له أضرار آثار جانبية عند تناوله باعتدال، ومع ذلك إذا أفرطت في تناوله فقد يسبب في تسوس الأسنان في حالة سوء نظافة الفم. ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إفراط تناول التمر إلى ارتفاع نسبة سكر الدم داخل الدم، ما يصيبك بسكر الحمل. زيادة الوزن: يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات، ومن ثم يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة كبيرة في الوزن. كمية التمر المسموح بها للحامل: الإفراط في تناول أي شيء له أضرار بالطبع. الإفراط في تناول التمر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية خاصة في الشهور الأولى من الحمل. ينصح بتناول من حبتين إلى 4 حبات من التمر، ويفضل تناول التمر في الشهور الأخيرة من الحمل، لما له من خواص تساعد في تسهيل الولادة وتجنب الإفراط في تناوله في الشهور الأولى. في كل الأحوال يمكنك تناول التمر في أي مرحلة من مراحل الحمل، ما عليك سوى توخي الحذر بشأن الكمية التي تتناولينها. إليك الكمية المسموح بها في كل الثلث من الحمل. في الثلث الأول من الحمل يكون الإمساك مشكلة شائعة، ويساعد التمر في منعه، ومع ذلك من الجيد تناوله باعتدال، خاصة إذا كنت تعانين من مشاكل في سكر الدم أو بكتيريا المجموعة العقدية. في الثلث الثاني من الحمل تكونين عرضة لخطر الإصابة بمرض سكر الحمل، لذلك تحتاجين إلى أخذ رأي طبيبك عند التخطيط لإدراج التمر في نظامك الغذائي. في الثلث الأخير من الحمل يمكن أن يؤدي تناول التمر إلى تسهيل عملية الولادة. يمكن للمرأة الحامل أن تأكل من 6 تمرات إلى 8 في اليوم بدءا من الأسبوع 36، أي قبل 4 أسابيع من تاريخ المحتمل للولادة. ختاما، حاولنا من خلال هذا الفيديو أن نعرفك بفوائد التمر وكذلك أضراره. كل ما عليك تناول تلك الثمار باعتدال، ويفضل تناولها في الشهور الأخيرة من الحمل، لما له من خواص تساعد في تسهيل الولادة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الحلقة، أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن.
وختاما احب اتكلم عن مضاعفات ومحاذير تناول التمر للحامل. بالرغم من فوائد التمر للحامل، الا انه من الممكن لتناول التمر بالافراط دون اخذ الحذر واستشارة الطبيب ان يتسبب بالمضاعفات الاتية خلال فترة الحمل: اكتساب الحامل للوزن بشكل كبير جدا، ارتفاع مستويات السكر في الدم، زيادة فرص الإصابة بسكر الحمل، تسوس الأسنان في حالة كانت الحامل لا تحافظ على نظافة أسنانها بشكل دوري. هل تناول التمر أثناء الحمل آمن؟ نعم، فللتمر فوائد عديدة وهامة للحامل وجنينها على حد سواء أثناء فترة الحمل. كما ذكرنا في هذا الفيديو، فهذه الثمار غنية بالمواد الغنية الغذائية الهامة للأم والجنين معا، ومن الممكن للحامل أن تركز بشكل خاص على تناول التمر في الأسابيع الأربعة الأخيرة لتسهيل الولادة. ولكن يفضل أن تتناول الحامل القليل من التمر فقط في فصل الصيف مثلا، لأنه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة غناء بالسكريات. وحتى اليوم تبين أن التمر مفيد بشكل إيجابي في تسهيل الولادة وتخفيف الآلام واختصار وقت عملية الولادة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.